السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. مكملين برضو في طرق تخليل الزيتون، والنهاردة إن شاء الله هنعمل طريقة يعني من طريقة الفلسطينيين نفسهم، هم بلد الزيتون ومعظمهم بيحب يعملوا بالطريقة ديت. طريقة سريعة جدا وسهلة. معانا الزيتون، ولما يكون الزيتون غامق كده وبيبقى طري شوية بيستوي بسرعة جدا. يعني الطريقة دي مش هينفع نعملها في الزيتون الأخضر الناشف. بنحط كوباية عصير ليمون، وبنحط ثوم مدقوق معاه فلفل، واللي مش حابب ان الزيتون يبقى حراق مش لازم يحط معاه فلفل، ممكن ثوم بس مدقوق. وبنحط معاهم ملح، ملح يعني مثلا حوالي 3 معالق او 4، وبنقلب يعني نحاول نقلبهم كويس عشان الملح يتشرب مع الحاجة ديت مع الزيتون والفلفل. وبنحط كمان معاها شوية زيت زيتون ومعلقة خل، نحط خل دلوقتي عشان نقلب الملح شوية، نحاول نخليه يعني نحط يعني حوالي 1/4 كوباية او 2 معالق خل. نقلبهم كويس. على فكرة الزيتون ده بيستوي بسرعة جدا، يعني مش لازم ياخد وقت طويل، يعني ممكن مثلا 15 يوم نفتح عليه مثلا نحاول نشوفه يعني ولا لسه. بنقلب كويس عشان الملح، احنا محطيناش مية. نبدأ بعد كده ايه نعبيه في البطرمان. حطينا كمية الزيتون كلها في البطرمان، وبنحط برضو يعني شوية من قشر الليمون اللي احنا عصرناه عشان لو في اي حاجة مشكلة حصلت او يعني اتكونت ريمة بيضة او اي حاجة بتيجي في القشر دوت. وبنكمل عليه المية اللي احنا كانت في اللي احنا قلبنا فيها الزيتون، بس بنقفله كويس. وكده مش هياخد وقت ان شاء الله، وهيبقى جميل جدا. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة ودوسوا لايك، وان شاء الله نتقابل في حلقة تانية ان شاء الله، ونعمل كل الحاجات الحلوة اللي عايزينها.